السلام عليكم غزالي ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو جديد، ما تبخلوش علاقتكم بواحد لايك في القناه واشتراك فضلا، وليس امرا شغلوا السرسال باش يوصلكم اي حاجه جديده نزلتها. اليوم بغيت نشارك معكم بلاصه اللي كنصور فيها، بدلت لها الديكور لحقاش انا في الدار اللي كاريه ما عنديش لورني، عندي البلاصه في حاطه البوطه وفي لابابو اللي كنغسل القشوع والشبكه، صافي يعني لورنيه ما عنديش، عندي واحد الماريو في القشيعات ديالي، قلت علاش ما نعدلش فيه يعني بلايصه اللي نصور فيه. ومع انا كنت عند عقوسي مع العرس دلوسي وديك الشيء، يعني طاحت الشتا وقطر واحد شويه على البلاصه اللي كنخدم فيها انا، وغمالت لي مع عندي داك الكاعت اللي مفرشه انا ديال يعني كاعت غمال لي، واضطريت انني نبدل الديكور كامل. شريت هاد الكاعت اخر بحاله بخمسة درهم، الثمن ديالو عند مالين 5 درهم ما كيتعداش يعني ثمن رخيص بزاف، ومنا نبدل الديكور ومنا يعني نحيد هاد الغمال اللي وقع لي انا دابا في الكوزينه ديالي. المهم يعني كنتمنى يعني هاد الفكره اللي شاركتها معكم تنال ارضاءكم، كاينه بزاف اللي عاد تعجبوا هاد الفكره، الناس اللي ما عندهمش البلاصه اللي كيخدموها عليا ولا داكشي، يعني فكره بسيطه جدا، يعني نتمنى تنال ارضاءكم ونخليكم مع الفيديو. ومع السلامه احبابي، الى فيديو مقبل ان شاء الله، وفرجه ممتعه. هنا صدقت حلمي وبدات، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك سفهم، دلوقتي بيداروا كسفهم، ومراهنوا عليك تخسروا. يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. شفت يا زمان ومواقف ملهاش عد، بس الصدمات بتقوي ومش بتهد. انا عندي ثقة بالنفس ومناعة ضد اليأس. هنا صدقت حلمي وبدأت، قالوا عني زمان ما هم بيضيع وقت، لا يوم سلمت ولا استسلمت، ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقت. هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوة، في طريقي مشيت واديني ثبت. من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب، وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر فيه ازمة كان خوفك منه ملوش لازمة، واديك عالصعب قدرت. واللي زمان ضحكوا عليك سفهم، دلوقتي بيداروا كسفهم، ومراهنوا عليك تخسروا. غزالات ديالي، هذا هو الشكل النهائي ديال المكان اللي كنصور فيه انا. نتوما شفتوا كيف غيرته، يعني بتا 5 دراهم، بخمسة دراهم بدل الديكور كامل. يعني كاين الناس مساكن اللي ما عندهمش حتى هما يعني اللورنيه، انا كما قلت لكم الدار اللي كارياها كاينه على البلاصه كنحط فيها شبكه القشوع، ولا بابا اللي كنغسل فيه القشوع، يعني درت الماريو. وانتم كما قلت لكم في بدايه الفيديو، المهم كنتمنى يعني هذا الفيديو تبارطاجيوه مع الاحباب باش تعم الفائده، وما تنساوش لايك واشتراك في القناه فضلا وليس امرا، شغلوا السرسال باش يوصلكم اي حاجه جديده نزلتها. ونتمنى يعني هذا الفيديو يكون خفيف ظريف عليكم وينال ارضائكم، ونكون انا خفيفه عليكم اخوتي. وشكرا على الدعم ديالكم بزاف بزاف، وتحياتي من قناه بسمه شانيل، وشكرا بزاف، ونخليكم اخوتي في امان الله وحفظه، الى فيديو مقبل ان شاء الله، واستناو الجديد. مع السلامه احبابي.